اقولها يعني. خلي بالكوا يعني الموضوع مش موضوع ان انت بتفتخر في الاهلي بس، الاهلي هو اللي خلى للمركز الثاني في مصر قيمه، هو اللي خلى للمركز الثاني في مصر قيمه. لان انت لما الاهلي بقى ياخد بطوله 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، خلى الاتحاد الافريقي ياخد الفرقه الثانيه من مصر. يعني هتقول لي لا ده هم محددين دول بعينها، يعني ده على حسب نتائجها حضرتك، بدليل ان المغرب مثلا اوكي في فتره كبيره جدا قبل ما الوداد يشد حلو شويه كانوا بياخدوا فرقه واحده بس، يا الوداد يا الرجاء. اوكي الترجي التونسي برضه نفس الكلام اللي بيصير عليه الاهلي، الترجي التونسي هو اللي خلى المركز الثاني في تونس له قيمه من خلال نتائجه الاخيره في العشر سنين اللي فاتت. فاذا ما ينفعش ابدا يبقى احنا بنعمل كده ويكون ده رد الجميل يعني بالشكل ده. يعني مش ممكن يبقى العالم كله بيشيد بتاريخك وشخصيتك وتعاملك مع الاخرين وتعاملك على المستوى الافريقي والمستوى الدولي، وبقيت يعني حاجه مسمعه في العالم كله من خلال سواء كانت دوري ابطال افريقيا او كاس العالم للانديه، شكلك ومظهرك وشخصيتك بتمثل بلدك، بتمثل اكبر بلد في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا، فبتمثلها صح. لكن هنا نفس الكلام اللي بيتقال كل فتره زمنيه. فعشان كده بقول لكل جمهور الاهلي ابعد عن المنطق في الحالات اللي زي كده، ابعد عن المنطق، يعني مالكش دعوه بالمنطق، يعني مش هيجيب لك اي حاجه غير ان انت هتقعد تقول يا مثبت العقل والدين يا رب، يعني مش هيقتنع، محدش هيقتنع. بكره هنكمل في شويه حاجات صغيره كده في اللا منطق ده، يعني عشان مش عايز اقول اسف ان انا بقول كده، لكن في النهايه خلاص طالما ده هو الخطاب مثلا، طالما ده هو الاسلوب اللي هيتبع، يعني اوكي نجيب بقى باللا منطق، يعني احنا كده وانتوا كنتوا كذا ما كذا وفي سنه كذا حصل كذا، ما هو لا منطق برضو، يعني في اللا منطق طالما في منطقه جدليه انت هتدور عليها ماشي، واحنا ندور على منطقه جدليه اوكي.